قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. مهنة خلف مهنة، نحيي العزمة جئنا، جرب معنا جرب بعقل وفطنة. بالإبداع نعمل، نتدرب ونسأل، نصنع المستقبل في حكاية مهنة. مشاهدين الكرام، مثل ما ترون جالسين نربط الأحزمة عشان حلقتنا لهذا اليوم عن مدرب القيادة. تعالوا معنا وخلونا نشوف مدرب القيادة عن قرب، يلا بينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع الأستاذ عبد العزيز السبيعي، مدرب القيادة في مدرسة القيادة النموذجية لقيادة السيارة. حياك الله أستاذ عبد العزيز. الله يحييك، شرفت ونورت برنامج حكاية معنا. آمين. حكايتنا اليوم عن مدرب القيادة. طبعا مدرب القيادة هو المدرب الأساسي لمعرفة الآخرين في القيادة، لمعرفاته في خطوات الاختبار، لمعرفاته هو السبب المصدر الرئيسي في استلام الرخصة القيادة. يعني الواحد يجي هنا عشان يتدرب ويتعلم كيف يسوق السيارة عشان ياخذ الرخصة. ايه، يتدرب على اول شيء ياخذها، اللي هي الايام اللي هي النظرية، اللي هي ينزل فيها النظري، يتدرب فيها الاشارات الارشادية حقت اللي هي تتبع للمرور، انظمة المرور سواء كانت التنظيمية او التحذيرية او غيرها من الاشارات. من بعدها ينزل إلى الميدان يتعلم خطوات الاختبار، وأيضا يتعلم كيف إنه في الأطرق السريعة كيف يتم عبور السيارات، كيف من يكون له في الأطرق، من له الأفضلية في العبور أو من له الأفضلية في العبور. طيب أستاذ عزيز، نبغى في البداية نتعرف عليك، مين هو أستاذ عبد العزيز؟ إيش دورك في مكان التدريب؟ أنا عبد العزيز السبيعي، محاضر في مدرسة تعليم القيادة النموذجية لتعليم السيارات، لتعليم القيادة. لتعليم القيادة طبعاً أنا يجون عندي، يحضرون عندي أيام اللي هي الطلاب نفسهم ينزلون ميدان، يتم قبلها تحضيرهم في الأيام النظري. طيب اللي هي أقوم أشرح لهم هي الإشارات التحذيرية التنظيمية، الإشارات الإجبارية، الإشارات الأنظمة المرورية عامة، جميع الإشارات. ومن بعدها يتم تحويلهم على طول الى الميدان. طبعا نزولهم الى الميدان يتم تعليمهم من الميدان، من اختبارهم من الالف الى الياء. طيب نرجع للارشادات، زي ايش الارشادات تتعلمونهم؟ في الاشارات الارشاديه، يعني مثلا انه يكون مسار، يكون انه ارشاء اجباري انك تجبر تمشي معتبر مع المسار هذا. طيب يعني هو في البدايه يدرس على الورق ولا يبدا في الميدان على طول؟ كيف الطريقه عشان في البدايه يتم تدريسهم اللي هي النظري. طبعا النظري يتم تسليمهم الورق والدفتر، يتم عشان تعليمهم في الايام اللي هي النظري، يتم تعليمهم في جميع المتواجد في جميع الدفتر وجميع في الورقه، يتم تعليمهم الاشارات التحذيريه التنظيميه، الاشارات وعلامات مناطق الامن المؤقته، والفرق بين خطوط الطرق، واشارات المركبات واشارات المشاة. ومن بعدها يتم تحويلهم على طول الى الميدان، يتم تعليمهم الى الميدان اللي هي خطوات الاختبار ايضا، وخطوات كيف اجتياز الاختبار والحصول على رخصه القياده. طيب استاذ عبد العزيز، دخلت مدرب القياده موهبه ولا دخلتها عشان يعني تكسب فلوس؟ لا، دخلتها هي موهبه منذ الصغر. طبعا يعني كنت انا قبل اتدرب اللي هي اخواني، من بعدها حاولت اني ادور اللي هي على تعليم القياده. طبعا بفضل الله توظف قبلي اخوي في هذا المكان منذ تقبلها 4 سنوات،
ومن بعدها بفضل الله الأستاذ عبد العاطي دخلني مع أخوي إن شاء الله، وتم توظيفي أنا وأخوي في نفس المكان مدربين ومحاضرين. يعني أنت اللي دربت أخوك؟ لا، أخوي هو اللي دربني. أخوك دربك وأنت دربت أخوانك الأصغر مني؟ الأخوان الأصغر مني بالضبط. ما شاء الله. طيب أستاذ عبد العزيز، طيب من سن كم إلى كم يعني تعلمت؟ طبعاً هنا عندنا هنا نظامنا في جميع مدن المملكة اللي عمر 17 وفوق يتم تسليمهم التصريح. طبعاً التصريح مدة سنة، تصريح إذا كمل سنة على طول يتم تحويل من التصريح إلى الرخصة. طبعاً الرخصة يتم تحديد على حسب عدد السنوات اللي يحتاج الرخصة فيها، اللي هي سنتين وخمس سنوات وعشر سنوات على حسب احتياجك للرخصة. أما التصريح سنة. طبعاً الرخصة متى تقدر تستلمها؟ إذا صار عمرك 18. طب إيش الفرق بين الرخصة والتصريح؟ كلها نفس الشيء، ما في أي فرق بينهم. يعني ما في فرق بينهم؟ ما في فرق، بس هذه عمره 17 يستلم تصريح، وهذه عمره رخصة اللي يجي عمره 18 يبدأ يستلم رخصة. طبعاً التصريح اللي يستلم تصريح هذا خلاص يعني تايه، يمشي في المدينة بس. يمشي في المدينة. عمل الرخصة لا، خارج المدينة، خارج جميع دم. يعني يمشي في ما يبي. سواء دول الخليج أو في المملكة. طيب أستاذ عبد العزيز، الحين أنا دخلت وجيت أبغى يعني أتعلم كيف أسوق، تعدى عمري 17 سنة وأبي أسوق، إيش أول شيء يعني بدأت أسوق السيارة، ركبت السيارة، إيش أول شيء راح تعلمني؟ أول شيء أول ما تركب السيارة هم عليك أهم نقطة تربط حزام الأمان وتتأكد طبعاً من ثلاث المرايات اللي هي النص، بعدين اليمين وبعدين اليسار، بعدها يتم تحليل السيارة. طبعاً الميدان يفرق عن سرعتك، السرعة في الميدان تفرق عن سرعتك داخل المدن. لأن الميدان معروف إن الميدان تكون سرعته منخفضة، يعني مثلاً سرعتكم من 40 إلى 30. عشان المكان ضيق. عشان المكان ضيق. فيتم تدريبك أول شيء على الجولات في الميدان، هي كيفية اجتيازك للاختبار، مثلاً جولتك في الميدان وجولتك اللي هي عندنا اللي هو اختبار اللي هو الثمانية، اللي هو يقدر نفس اللي زي الدوار تأخذ أكثر من مرة. والباركينج، الباركينج هو اللي أساسي في جميع الأشياء، لأن بعض الباركينجات تجيك أشكالها صعبة، فيتم تعليمه. إحنا عندنا طبعاً عندنا ثلاث باركينجات مو باركينج واحد. إيش هو الباركينج؟ اللي هو الموقف، سواء كان موقف طولي، موقف جانبي أو موقف أرضي. طيب طيب على طار إن السرعة وال ما سرعة وكذا، إيش أعلى سرعة يمكن يمشيها في الطريق؟ وين، في الميدان أم خارج؟ لا خارج الميدان. خارج الميدان معروف داخل المدن المركبات الصغيرة 80، داخل أي جميع مدن المملكة للسيارات النقل 50، جميع مدن المملكة داخل المدينة. خارج المدينة للسيارات النقل 100، للمركبات الصغيرة 120. طيب الحين أبغى دائما أعرف، اللي يقولون إذا تشغل سيارة فك الكلتش، إيش هو الكلتش؟ اللي شغل السيارة اللي فك الكلتش، لا الكلتش هذا ما دخل فك السيارة. لا إيش الكلتش هذا؟ في السيارات العادي يتم استخدامه لتعشيق السيارة، يعني يتم استخدام الكلتش لتعشيق السيارة الأول بعدين الثاني بعدين الثالث بعدين الأشياء المعتادة في الجير العادي. أول ما تبدأ تشغل السيارة أهم ما عليك، أهم شيء مثل ما قلت تربط حزام الأمان وتتأكد من المرايات علشان تعرف كيف مستوى رؤيتك في المرايات للسيارات اللي بجانبك، السيارات اللي خلفك، من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار. طيب إيش الفرق بين السيارة العادي والسيارة الأوتوماتيك؟ السيارة العادي، السيارة الأوتوماتيك نفسها هي الرخصة اللي تقدر اللي تستلمها من الجهة اللي هي الجهة المختصة اللي هي المرور، الرخصة اللي تستلمها منهم تسوق فيها التوماتيك والعادي، سواء اذا كانت عندك المسمى الرخصه بدون قيود تقدر تسوق فيها التوماتيك او العادي. يعني في رخصه يقول لك بس سوق عادي وفي رخصه اوتوماتيك؟ في رخصه يقول لك سوق اوتوماتيك، سياره اوتوماتيك ممنوع تسوق فيها عادي. ليش؟ طبعا هذا اللي يكون قدرتهم على التوماتيك فقط، ما يقدر قدرتهم على العادي، فيكون ممنوع قياده السيارات العاديه لسلامته اول شيء وسلامه الاخرين. صحيح. وبدون قيود لا يتم سواء يسوق العادي او يسوق اوتوماتيك. طيب ايش الفرق بينهم اوتوماتيك والعادي؟ العادي للمبتدئين الافضل لهم انهم يبتدون في اللي هو اوتوماتيك لانها سهله مره اوتوماتيك، اما العادي لا يتم الكلتش مثل ما قلت الكلتش يعني يكون صعب عليه، صعب اللي يقدر يوزن انه يقدر يعشق او لا، فهمت؟ طيب يعني ايش اللي يزيد العادي عن الاوتوماتيك؟ نفس الشيء بالضبط، ما يزيد شيء، بس في بعض السيارات اللي هي سيارات البيك اب او غيرها تجيك بعضها منها عادي فما تستطيع تسوقها لأن ما تجي فيها اوتوماتيك، فيكون بعض سيارات البيك اب او سيارات النقل او غيرها
طبعا احنا عندنا هنا في المدرسة نقدر نطلع لك اللي هي 4 رخص، سواء كانت دراجات نارية او مركبات او سيارات النقل العمومي الثقيل او الخفيف. يعني لكل يعني حق تسير رخصة خاصة؟ ايه، لكل مركبة لها رخصة خاصة، اللي هي مثلا سيارات النقل لهم رخصة خاصة، المركبات لهم رخصة خاصة، الدراجات النارية لهم رخصة خاصة. يعني اللي يسوق سيارة صغيرة ما يسوق سيارة شاحن؟ ايه، ولا اللي عادي يسوق يسوق؟ سيارة اللي مع رخصة السيارة الصغيرة ممنوع انه يسوق الشاحن اللي يكون وزنها اكثر من 3 طن. 3 طن اللي مثل حقة الموية حقة اي، اللي هي سيارات اللي هي النقل، نفس الشاحنات حقت النقل سواء كانت المقطورة او غيرها. طيب استاذ عبد العزيز، كم صار لك سنة في التدريب هنا تدرب الناس؟ طبعا انا في هنا في المدرسة يمكن حوالي تقريبا حوالي السنة، بس طبعا معرفتي انا في المدرسة قبلها ب5 سنوات، وكنت اجي اتدرب هنا وكانوا يدربوني وكانوا يهيئوني. طيب دام قبل تدربت، ايش شيء صعب واجهك وانت جالس تدرب؟ اللي جالس يدرب نفسهم الناس او اتدرب انا؟ لا انت يوم تتدرب شيء موقف صعب صار لك؟ في اشياء صعبه يعني كبدايه، يعني استلام الرخصه، طبعا انا استلمت رخصتي من هنا، بدايه استلام الرخصه كانت علي اشياء صعبه، مثلا نفس جوله الميدان، نفس الانحدارات في الاطرقه اللي هي المرتفعه، نفس الكوبري او المنعطفات، يكون صعب علي النزول، صعب علي هذه، بس الحمد لله تعلمتها الحين، سواء الحين صرت الحمد لله اني محترف في القياده. محترف في القياده، طيب وانت تدرب ايش بعد الموقف الصعب؟ وانا اتدرب المواقف الصعبه اللي هي مثلا يجونك اشخاص مهما علمته مهما فهمته يكون يعني كاني ما دربته. يدخل من هنا ويطلع. ايوه بالضبط. طيب استاذ عزيز ما قصرت، يعني علمت مشاهدين ووفتني صراحه عن نفسي اني استفدت، بإذن الله المشاهدين استفادوا. إيش رأيك تعطينا جولة سريعة على المكان على المدرسة؟ الجولة السريعة ما هي مشكلة، أعطيكم جولة سريعة. بعقل وفطنة بالإبداع نعمل نتدرب ونسأل. مشاهدينا الكرام، الآن نحن نبدأ جولتنا مع الأستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، الآن إذا جاء واحد يبدأ بيسجل ويجيب رخصة، طبعا اول ما يبدا الحضور هي اول يوم له هنا في المدرسه، يبتدي تسجيله في صاله رقم 1 اللي هي صاله المدرسه، يتم احضار المتطلبات لاصدار الرخصه، من بعده يتم دخوله الى الدوره المكثفه اللي هي حقت لتعليم القياده عندنا هنا في المدرسه، ومن بعده يتم اعطاهم اختبارين اللي هي الكمبيوتر واختبار الميدان. طبعا اختبار الميدان نفس ما قلت لك عليه، واختبار الكمبيوتر اللي هو الاشارات الارشاديه اللي تتبع الانظمه المروريه. طيب بعد ما يخلص ويجيب ملفاته ويخلص، بعدين وين يروح؟ اذا جاب اول ما يجيب ملفاته طبعا يتم دخوله الى صاله رقم 1، وعلى طول اول ما يدخل صاله رقم 1 على طول يتوجه الى الشبابيك اللي يكون هم مسؤولين عن بدايه التسجيل. طبعا بدايه التسجيل يجب احضار جميع المتطلبات لاصدار الرخصه، ومن بعده يبتدئ في التسجيل ويعطونا موعد اللي هو يتم احضاره هنا لاتمام الدوره المكثفه. يعني هنا في البدايه يجي هنا، طيب هذا المكان؟ اي نعم، يبدا هنا التسجيل، من بعده يبدا الدوره المكثفه، من بعده يبدا اختبار اللي هو اختبار الميدان واختبار الكمبيوتر. اذا نجح فيها الثنتين على طول يتم الرجوع على صاله رقم 1 لاستلامه الملف من مدير المدرسه، ومن بعد ما يستلم مدير المدرسه يتوجه الى صاله رقم 2 اللي هي صاله المرور. بدايه دخوله الى صاله المرور يتم على طول استقباله من خلال العساكر المتوظفين هنا، على طول يتوجه لشباك رقم 7 من هنا ياخذ الرخصه. لا، يسلم لهم الملف، يسلم لهم الملف، من بعده يستريح في الكراسي المتواجده عندهم، ينتظر لما ينادون باسمه، بعدين على طول يسلمون له الرخصه ويتوكل على الله. استاذ عبد العزيز، انت قبل قلت لي فيه اختبار نظري او شيء نظري، فيه نظر وكذا، ايش هو؟ النظري هو طبعا النظري يتم قبل نزولك الى الميدان، طبعا النظري هي قاعات
وكل قاعة على خلال الجنسيات اللي تكون متواجدة. فيها جنسيات كثيرة مو بس العربية. إيه لا أكثر من جنسية طبعًا، كل جميع الجنسيات متواجدة عندنا هنا، وكل جنسية لها المدرب تبع اللي هو مختص في هالجنسية هذه. طبعًا هذه اللي هي القاعات اللي هي النظري، هي كل الإشارات الإرشادية التي تتبع أنظمة المرور المتواجدة في الأطرقة سواء داخل المدن أو خارج المدن. طيب إذا تسمح لي سيد عزيز نروح نشوفها. تفضل معنا نشوف اللوحات الإرشادية. بسم الله. في حكاية مهنة. مثل ما حدثت من قبل لين أني بوريك اللي هو القاعة الدورة اللي هي النظري. طبعا قاعة الدورة النظري مكونة من الإشارات اللي هي تتبع الأنظمة المرورية سواء كانت التحذيرية أو التنظيمية أو الإرشادية أو الأكثر من الإشارات. ومن بعده يتم معرفتهم جميع الإشارات، ومن بعدها ينتقلون على طول اللي هي للميدان. يعني أنتم الحين مقسمين الإشارات لأربع أقسام. إيه مقسمين الإشارات أربع أقسام، اللي هو يبدون كل يوم اللي هو على أشياء معينة. يعني مثلا يبدون اليوم اللي هو اليوم الأول هم في الإشارات التحذيرية، يتم تفصيلهم للإشارات التحذيرية على كل إشارة، من بعدها الأيام المتتالية لها الإشارات التنظيمية والإرشادية. يعني كل يوم يأخذون إشارة. إيه كل يوم يأخذون إشارات اللي هي المكونة منها سواء كانت إرشادية أو كانت التنظيمية أو التحذيرية. طيب بس هل في كتاب عشان يتعلمون على الطلاب؟ في مثلا شوية أستاذ في الكتاب هذا هو الكتاب اللي هو من المرور كجميع اللي موجود في اللوحة هذه موجود، والأكثر بعد اللي هي الأسئلة العامة الإشارات سواء كانت جميع الإشارات المرورية الأخرى. قلت للمشاهدين عشان يشوفون عن قرب. هذا هو الكتاب التعليمي، يعني هذا يأخذون الطلاب توزعون على جميع الطلاب. نعم اللي وقت التسجيل وقت ما يسجل في صالة رقم واحد يتم توزيع لها سواء هذه أو تكون الورقة اللي نفس هذه بس عن الجهات أخرى. طب كم يوم يبقون الطلاب عشان يدرسون؟ طبعا هم يكون ينزلون اللي هي النظري، من بعدها ينزلون إلى الميدان، من بعدها على طول ينزلون إلى الاختبار، يتم تحديد لهم تاريخ الاختبار. يعني تقريبا ثلاث أيام في الحضور؟ لا أكثر من خمس أيام. يعني في النظري هو كم يوم يقعدون في النظري؟ النظري يقعدون فيها ثلاث أيام؟ لا يومين. والتجريبي العملي اللي هو ميدان لثلاث أيام. يعني يبدون هنا أول شيء بعدين يروح للعملي. نعم بالضبط. طيب مشكور سعد العزيز وما قصرت أنك علمتنا وفدتنا على القيادة، والقيادة صارت يعني أمر كل الناس يستخدمونه. إيه كلها إحنا الأغلب صار يستخدمون. مشكور ما قصرت. في حكاية مهنة. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة لهذا اليوم من حكاية مهنة، نلقاكم في حكاية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتدرب ونسأل نصنع المستقبل في حكاية مهنة، مهنة خلف مهنة نحيي العزم جئنا، جرب معنا جرب بعقل وفطنة، بالإبداع نعمل نتدرب ونسأل نصنع المستقبل في حكاية مهنة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.